جئنا لنخطب خير الناس أعراقا وننشد الجود إن الجود دفاقا. هذا عريسنا ومن في الجمع يشبهه عقلا ونبلا وآدابا وأخلاقا. فتن سما بصفات الخلق مشرقة حتى غدا بكريم الخلق سباقا. قد جاء يخطب غصنا من أرومتكم تزين الأرض أزهارا وأوراقا. عروس كالكوكب الدر طلعتها قد أغرقت بمعاني الحسن إغراقا. أسطورة الحسن ما جمالها الفذ للأبصار قد لاقا. مفاتنها تحول الكون كل الكون أحدى. ونحن هدفنا كل الشباب أهم شيء عندنا. فاليوم الشباب موجودين والشابات موجودين. منانا كله أن يكون اتفاقية بين الأسر أن يكون كل شيء مناسب حتى يتمكن الشاب بزواج العروسة. جزاكم الله خير والله يجوزكم كلكم. يقول العريس مبروك بيت مال وعيال وقبال الباقي. بس هذا كلام.